مركز غاب الأوصى الصحي مركز رعاية أولية يتبع بإدارة مباشرة لمديرية صحة حماة بدعم ورعاية من منظمة جي آي زد للتنمية الألمانية العالمية. نقدم خدمات الرعاية الأولية لمناطق الغاب الأوسط التي تشمل القرى من العمقية وحتى الحويز. طبعا لا يمنع هذا من استفادة القرى الشمالية زقوم قليدين العنقاوي من هذا المركز. مركزنا يحتوي على عيادة لطب الأطفال، عيادة للداخلية، عيادة نسائية تعمل فيها قابلتان. يوجد في المركز صيدلية تقدم الأدوية ضمن الإمكانيات المتاحة لأهالي المنطقة. العدد كبير لا بأس فيه، منطقة الغاب تقدر ب 100-120 ألف نسمة. يوجد فيها المركز الصحي الأوسط وفي المشفى 112 في قرية الحواش، إن شاء الله قريبا جدا تفتح. يخدم الأطفال بصورة عامة ويخدم الداخلية وقسم الإسعاف وقسم النسائية. Thank you.